زي ما قلت لحضراتكم هنبدا نركز بقى في مباراه البنك الاهلي، مباراه مهمه جدا في الدوري العام، وهنشتغل على المباراه المحليه لمده حوالي اسبوع كده قبل ما يكون في تركيز على نهائي دوري ابطال افريقيا في نهايه هذا الشهر. طيب نروح لترند الاهلي ونشوف السوشيال ميديا ركزت على ايه في الساعات الاخيره. اول حاجه معايا الحساب الرسمي لكره بلس بيتكلم ان خبر عاجل، وعكه صحيه تهدد موسيماني قبل مواجهه البنك الاهلي. عايز اقول بس بالمناسبه هو بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب مباراته فاق الصيف يمكن وجه الشكر للكابتن سامي قمصان وقال ان يعني اشتغل معايا يومين لان انا كنت مجهد وتعبان شويه في هذه المباراه، عنده نزله برد شديده حسب ما تم اعلانه في الفتره الاخيره من خلال المواقع والصحف، ويبدو ان الوعكه الصحيه ممكن تهدد وجوده في مباراه الغد. عموما يعني بعد الفقره دي هيكون معانا زميلنا محمد توفيق او نعرف من خلاله ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه او كمان نطمن منه على التدريب والخبر السليم بخصوص يعني موسيماني عنده وعكه صحيه، هل هيكون موجود في التمرين النهارده موجود في ماتش بكره؟ ده هنعرفه من زميلنا محمد توفيق. المصري الرياضي بيقول ان النادي الاهلي بيصرف مكافئات خاصه بعد التاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا. هي المكافاه متعلقه بطبقا للائحه، يعني تلقى الخطوه من المسؤول الاهلي ده لتحفيز اللاعبين طبقا للائحه، اللائحه بتقول ان في مكافئات بعد كل دور وخاصه لو حققت نتائج ايجابيه خارج ارضك بتساعدك في التاهل الى الادوار المتقدمه، فبالتالي هيكون في مكافئات تحفيزيه للاعبين قبل المباراه النهائيه، وان شاء الله يقلل الكل ده بالنجاح في نهائي دوري الابطال يوم 30 مايو. طيب الوطن الرياضي بيركز على مشكله الاجنده الدوليه والمشكله اللي اتكلمنا عليها قبل كده بخصوص ان النهائي يوم 30 مايو والاجنده هتبدا 30 مايو. مصادر للوطن الرياضي وحساب الوطن الرياضي على تويتر بيتكلموا ان الاهلي يرفض تكرار ازمه الدوليين في المونديال قبل نهائي افريقيا. كلكم عارفين التضارب المواعيد اللي كان موجود ما بين كاس العالم للانديه وكاس امم افريقيا، وفي الوقت ده زي ما انتم متعودين مننا دايما بنبقى عارفين الكواليس والاحداث وبنقول لكم على كل الجديد اللي بيحصل فيه هذه المشاكل. وللاسف للاسف النادي الاهلي بيدفع ضريبه مشاكل موجوده داخل الاتحاد الافريقي وعدم وجود اشخاص عندهم القدره على يعني ترتيب قواعد وترتيب مساله استدعاء اللاعبين وعدم الخلط ما بين المباريات الرسميه والاجنده الدوليه، وان يكون في حد في المكتب التنفيذي عارف التفاصيل دي عشان ما يكونش فيه ازمات، لان الاتحاد الدولي بيحط اجندته والاتحاد الافريقي بيحط الاجنده طبقا للاجنده الدوليه. المشكله اللي فاتت قلنا مشكله الفيفا، والكاف ما وقفش مع الاهلي في المشكله دي، وكلنا عارفين ان الكاف مش هيقف مع الاهلي ليه، لان الفيفا هي السلطه الاعلى والكاف ما فيش حد يقدر اصلا يكلم الاتحاد الدولي يقول له في مشكله هنا او هنا، لان كلنا عارفين يعني المكتب التنفيذي جه ازاي والناس نجحت ازاي والانتخابات كانت ازاي، كلنا عارفين كل التفاصيل دي. لكن المره دي الازمه غريبه لان الازمه هنا داخليه، الفيفا حط اجنده يوم 30 مايو، يجي الاتحاد الافريقي بعد ما كان حاطط مباراه النهائي احد ايام 27 او 28 ده طبقا للخطاب الرسمي اللي اتبعت للاتحادات الاهليه، يعني الجامعه الملكيه المغربيه لما طلبت تنظم النهائي كان مكتوب ليها النهائي احد ايام 27 او 28. إذ فجاه رئيس الاتحاد الافريقي عنده دعوه انه يحضر نهائي دوري ابطال اوروبا ما بين ليفربول وريال مدريد، خلاص مش مشكله دوري ابطال افريقيا، المسابقه الاولى والاهم ليه على مستوى الانديه مش مهمه، خليها يوم 30. طب مش تبص تشوف 30 ده اجنده دوليه ولا لا؟ طب دلوقتي الاهلي عنده مشكله انت حلتها وكان لازم تحلها وانت عارف انك بتحلها عشان انت عندك مشكله واجلت مباراه منتخب مصر. طب الاهلي عنده استدعاءات لبيرسي تاو، اليو ديانج، علي معلول، يمكن لويس ميكيسوني عنده اصابه فمش هيكون متاح للنهائي، لكن مين هيحل ازمه اليو ديانج؟ مين هيحل ازمه علي معلول؟ مين هيحل ازمه بيرسي تاو؟ الاهلي لا يستطيع انه يلعب بدون الثلاثه، ابرز ثلاث لاعبين ومحترفين في الاهلي هيلعب بدونهم ازاي؟ هتضطر تخليني اخاطب الاتحادات الوطنيه الخاصه بهؤلاء اللاعبين عشان اخد لعيبتي. افرض الاتحاد التونسي رفض، افرض الاتحاد المالي رفض، افرض اتحاد جنوب افريقيا رفض، ندخل بقى الفيفا طرف ونبدا بقى في مخاطبات رايحه جايه والماتش يوم 30 مايو. هو انت بتصدر لي ازمه؟ ما كفايه المصيبه والقرار الكارثي اللي انت خدته. الناس دي بتدير الكره الافريقيه ازاي؟ انا مش قادر افهم. يعني احنا وصلنا لمرحله الناس بتحط مواعيد وهي مش عارفه هي بتعمل ايه، واللي بيدفع ضريبه كل ده افضل نادي في افريقيا والنادي الوحيد اللي في القاره اللي بيشرفها بره قاره افريقيا، يعني النادي الوحيد في افريقيا والنادي الوحيد اللي في كل قارات العالم واخد 3 برونز هو بطل افريقيا. بدل ما تساعده، مش هقول لك تساعده وتديله بطوله، لا تساعده وتهيئ الظروف لكل الفرق، تيجي تقول لي يوم 30 بدون لعيبه الدوليين ازاي؟ باي منطق واي عقل الناس دي بتدير الكره في افريقيا؟ انا مش فاهم بصراحه. طيب نروح كمان للخبر الثاني، بطولات بيتكلم على ان الوداد بيسارع الزمن
لتجهيز لاعبيه لمباراه الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا. يمكن بيتكلموا على ان في اكتر من لاعب عنده اصابه، ابرزهم بالتاكيد زهير المترجي وكان عنده اصابه في الفتره الاخيره، لكن هيتم تاهيله في المجمع مركز محمد السادس، وده المكان اللي الوداد هيعمل فيه معسكر مغلق خلال الفتره اللي جايه. وفي اتجاه بالمناسبه في اتجاه ان الجامعه الملكيه المغربيه تاجل مباراه الوداد والرجاء يوم 25 مايو. 25 مايو الوداد والرجاء هيلعبوا في الدوري المغربي. الجامعة الملكية المغربية ورابطة المحترفين هتأجل هذه المباراة لإتاحة الفرصة لفريق الوداد لكي يستعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو. أعتقد الرسالة وصلت من غير ما أدخل في تفاصيل، الناس فاهمة المقصود من هذا الكلام. طيب يلا كورة، بيتكلموا على إن في مصدر بيكشف ليلا كورة موعد تحديد موقف لاعبي الأهلي المعارين. الكلام على قصة كهربا، وهل كهربا ممكن يعود للقاهره امتى بعد نهايه الدوري في تركيا؟ هيبقى في فتره راحه ثم يعود للتدريبات، وبالتاكيد هيكون في تنسيق مع بيتسو موسيماني خلال الفتره اللي جايه عشان يعرفوا الموقف النهائي والرسم. الامر بس مش كهربا، اكتر من لاعب في صفوف الاهلي معار، وبالتاكيد بعد نهايه الموسم في اوروبا هيرجعوا ويتم الاتفاق بقى على الموسم الجديد. طبعا كلنا عارفين ان الموسم في مصر لسه مكمل 30/8، فلسه شويه يعني، قدامنا كمان 3 شهور بعد نهايه مايو. طيب فريق الهاندبول، الحساب الرسمي لكرة اليد او النادي الاهلي طبعا لكرة اليد، بيتكلموا على ان النهارده كانت في مباراة مع فريق بطل كوت ديفوار دين بوسكو. المباراة انطلقت الساعة 5، يعني احنا دلوقتي بنتكلم الساعة 5:30، يعني انطلقت منذ لحظات، والنتيجة 19-9 لصالح النادي الاهلي. الان الاهلي متقدم على بطل كوت ديفوار 19-9. هذه المباراة في لقاءات نصف النهائي لمنافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية رجال، والمباراة على ملعب جنرال سيتي كونتشي، والمباراة دي بتتلعب في النيجر، وكلنا عارفين طبعا ده مجمع ملاعب، وكان فريق الكرة لعب عليه مباراة بالتأكيد مع فريق الجمارك وأكثر من فريق في النيجر. دي كواليس قدامكم اهي من النيجر لبعثة الفريق بالأمس، وبالتأكيد كان في استقبال كمان من معالي سفير جمهورية مصر في النيجر لبعثة النادي الأهلي، وكل التوفيق يا رب لبعثة الأهلي إن شاء الله. النهاردة هم خلاص يعني على مقربة من التأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على بطل كوت ديفوار، وزي ما قلت لكم النتيجة الآن 19-9 لصالح النادي الأهلي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض نستكمل باقي فقرات برنامج الترند، ولسه عندنا كلام مهم جدا في الفقرات اللي جايه.